السلام عليكم، مرحبا بعشاق جلبه بزيوه الحره، عشاق زيت قيدي الاصيل من بزو اقليم ازيلال الى سلطنه عمان عند السي احمد حسين المصري مقيم بسلطنه عمان طبعا اللي من عشاق جلبه بزيوه الحره. اختار معدنا جلبه بزيويه حره تقليديه 100% كما كتشوفوا معنا، خدمناها على حسب الذوق ديالو بالخياطه خماسيه جوزه مرمى في السيفه، درنا ليها الرقابيه ديالها بالتو ديال المليفه بالطرز الدج خماسي في الهبطه كما كتشوفوا. عندنا الرقابيه طويله فايت الركبه، هذا من يعني النوع ديال اللباس ديالهم. الكتاف ديالها درنا ليها الشبيكات ودرنا ليها هاد النجيمات على حسب الذوق ديالو، والقب السفيفه من الداخل، السفيفه من في القب دائما كتجي نخوه ملي كتكون في الجلابه بزويه ماشي بداك الشيء يعني الاثواب الاخرى، كذلك في الكم وبالاخص في هاد الالوان هادو كتجي من الداخل يعني هماويه متقونه ما شاء الله. كما كتشوفوا الكم ديال الرقابيه مخدوم بالتاج بالصفر. السروال ديالها نسي احمد بالصحه والراحه، كما اختار معدنا هذا بالسمطه ديالو درنا له التاج، وفي رجلين بالتاج كذلك بالكات فيل. دائما كنقولوا السي احمد حسين مرحبا بك، و يعني من بزو دائما، وسمح لينا على الروطار، راه جلابه بزويه دائما كتحتاج الوقت، يعني راه ماشي غير معاك ولا، راه هادشي كيحتاج الوقت بزاف باش يتخدم. هذا السلهام ديالك الزيتي اللي هو خدمناه من الثوب ديال المليفه كاشمير، طلع متقون ما شاء الله، خدمه راه اليد كما كتشوف، راه ما فيهش الماكينه نهائيا. شكرا على الثقه ديالكم وعلى الدعم ديالكم من الصفحات جلابه بزويه الحره، دائما كنشكركم على التشجيعات ديالكم. كما كتشوف سلهام باللون اللي بغيتي خدمناه لك، يعني اللون 100% الزيتي اللي طلبتي لينا بصحتك وراحتك. هذا سلهام كما قلنا الثوب ديال المليفه كاشمير، الشوشيه ديالو كما طلبتيها مخدومه باليد، العقده ديالها كلشي مخدوم باليد مرحبا بك. اما الثوب ديال المليفه كاشمير خلاص راه معروف تيكون ديال الشركه، باش ما يبقاش الناس يكذبوا عليكم ويقول لكم راه داكشي تخدم هاد اليد ولا كلشي تيخدموه تما. هادشي عندنا اللي في بزو كما كتشوف، هذا راه منسج ديال الجلابه البزويه. دائما سي احمد حسين راه كما كنقول لك كتاخد شي حاجه اللي هي تقليديه بزويه 100%، هادشي راه ملكي تقليدي، احسن ما كاين في التقليدي هو هذا بصحتك وراحتك. يعني باش ما تورينيش شي شكيلات كما كيكونوا في المحادثات ديالي انا وياك، كتوريني شكيلات اخرين ماشي ديال الصناعه البزويه وكيقولوا لك راه ديال الجلابه البزويه. الموضوع ديالنا هذا سلهام ثاني ديال المليفه كاشمير باللون قولونا او دم الغزال كما كتشوف، نفس السفيفه اللي طلبتي لينا نفس الخدمه بالصحه والراحه، شي حاجه هماويه صراحه. و دائما حنا كنكونوا سعداء بالزبناء ديالنا اللي كيكونوا عشاق الشوشيه ديالها كذلك في هذا اللون اللي اختاريتي، يعني تيعاونونا تيعطيونا شكيلات تيعطيونا شي حاجه جديده وزوينه نخوه كنخدموها ليهم. هذا باللون السكري او البلون كاسي صراحه شي حاجه اللي هماويه، مخدوم كذلك باليد راقي احسن ما كاين. الشوشيه ديالو درناها بحال ديال الكرونه، السيفه بالصحه والراحه، شي حاجه اللي متقونه هماويه. مرحبا بك من بزو الى سلطنه عمان عند السي احمد حسين، ان شاء الله نجمعوا لك الامانه ديالك ونصيفطوها لك. انت سيدي بالصحه والراحه، هذا راه غيجيك مع هذا ويجيك مع الكرونه، اما الزيتي راه ما غيجيكش معاه لان داك اللون الصفر كيمشيش مع الزيتي. هذا القب ديالها بالصحه والراحه من بزو السي احمد، وتحيه لكل عشاق جلابه بزويه الحره ومتتبعي صفحه جلابه بزويه. اللي بغى شي حاجه او استفسار ما عليكم لا تواصلوا معنا، الرقم ديالنا 0652 15 38 64، والبليغه ديالك راه ما نسيتهاش، ان شاء الله نجمع عليك مع السلعه ديالك، ومرحبا بالجميع.